حياكم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. مساكم الله بخير. سلام تحية. شحالكم يا الربع؟ تعال تعالوا دونكم. تعالوا دونكم تعالوا دونكم تعالوا دونكم. الله تبارك الرحمن. الله يبارك فيك. هذه بلاد حرب يا حبيبي. بلاد حرب، الجبال ذا وش اسمه؟ بلاد ابن سعود. ابن سعود اي والله صح. هذه جبال مسمينها مرنف ومسمينها ابو خيال ومسمينها. وش وش النبات اللي ينبت عندك انا ويش؟ هذا نصي. على اشكال شايف هذا. نصي. اي والله نصي هذه. هذا نصي. اي والله. اي الله ان شاء الله بخير. وش غيرها من النبات الزين اللي عندكم؟ والله النبات ما هذا ايامنا هذا. المهم مش باع علبل. ايوه معين خيل. وش الضرمون؟ ضرم نخاله. نخاله. شعير. ايه كم النخال عليه عندكم؟ 42. 42؟ 42. غالي شويه. 50 والله ما قد وقفت عليها. يشرون الشباب. الشباب وانا عادني اروح حتى للوم. الله يطول عمرك ويسلمك. الحمد لله انك ماجور ان شاء الله ماجور. الحمد لله. ان شاء الله. والبلسمان وطيبه الحمد لله الذي هذا وهي ان شاء الله في خير. ولا بتخلونها تقيض هنا ولا بتروحون ديره؟ والله ما نروح الان. حاولها في وقت الشده الحر وين تروحون؟ والله في قديم اي قدام العلاف وقدام نطلع على الربيع والامطار حيث ما يصير رب الفضل ونمشي وراه. طيب ومن يوم جات العلاف وجت هذه ما عاد نروح بعيد. من قريب. من قريب 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 ما نروح بعيد. ووقت شربة الماء وين 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 تكون فيه؟ وقت شربة الماء مع قافين هذه ومحلاتنا هذه هنا وبعد هذه ما نفوت منها. عدود ولا شموع؟ لا وايت. 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 ما سقينا غير وايت الماء ما في إلا كان وايت. ما شاء الله ما في آبار قريب؟ ما في. ما في. ما في إلا يمكن بعد 20 كيلو. أيوه ما في بيار ولا في. طيب وين الآبار اللي تردون عليها من أول وين هي؟ اللي كنا عليها من اول ايه هذا وادي قنونه كذا ايه وادي قنونه فيها بارق قوي نسقي عليه في الاول في مد السبيل سابقه تجعل المجاري ايه تشرب بروسها تشرب بروسها وانا شنرد وادي هنا هذه يسمى يبه يبه هذه جاجه القوز فيها بار بار وما برضو ماشي غيل غيل غير يوجع ذا هذا والله ما في مدتنا ما يوجعها بالله اي طيب وام الدوارج ام الدوارج بير غير الذي يجتهد يسقى على ام الدوارج اي يجري بالحبل هذا الدوارج عليها دوارج محلات دوارج واحد يمسك الحبل ويجري واحد يمسك المسقى ويلا جري ها ام الدوارج ام الدوارج يجي عليها ورد واجد رعايا عليها رعايا عليها رعاية من زمان زمان الحمد لله الحين الدوارج موجودة هالبير موجودة فيها موية والله فيها موية مغطينها وفي مغطين. بير في القوز هي. ظلينا نسقي فيها وأنا ورع عمري يمكن من 12 سنة هي. حولها الوالد وابن أخي معاه هي. واحد يمسك الدلو مناك على الدارجة واحد يجري بالحبل نعم ونسقي منها في نفس القوز الخميس في نفس القوز ايوه اسمها القيمية ومغطينها ما فيها باقي وتصدرون وين على شربته وين تصدرون؟ نصدر جاي ونصدر هنا ورا الوادي ونصدر هلم. وين افضل مكان تصدرون فيه؟ افضل هلم. هنا؟ واجهة هلم. اي والله واجهة هلم. تسرون في الليل؟ في الليل نسري. متى تصدرون من الماء؟ ما اصدر الا في مده قديمه ما اصلي المغرب فوق الوادي الماء. اي وتمشون؟ ومشينا في الليل ترقدون على ويا ليل ترقد ظهر المطيه. قطعت من المطيه. قطعت من المطيه يا احمد ظهر المطيه وتقوم وتركب وهي ساريه وانت في ظهر المطيه طايح اللي تروح مسافه بعيده المطيه عليها مسامه ولا ويش عليها والله ما عليها غير شعافها شعافها ايوه مسدح فوق وطلع وقفت المطيه معاك وقفت يوم تشيل راسك وان البي طايح علي بركه معشيه اي نعم سالفه القعود اللي جرب اللي لقيناه وشردت منها عطنا سالفه القعود نزلت والله احنا معشين هنا في عشبن الحمد لله عشبن يصل لك لهنا طيب ومعشين ومعانا هذا الليل وتعالنا هذا القعود اللهم صل على محمد زي الساكن الماء اجرب ابيض بعدين متخلق خلقه ما هو لكم لا والله هذا يوم طاح فوقنا قامت البجرات هجت منه هجت قام الرجال هذا ايش هذا انا اجيك انسجاد فينا ونهاي قعود رجل خلي قبل بل العام العام وراء هناك ما فيه ها في مدة القعود ذاك اللهم نحمده ها
الله يحمل الحق. أنا والرجال هذا اشتغلنا فيها مدة قديمة، وأنا الحمد لله عمري من فوق 70 يا رب. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يعطيك الصحة. نقول إن شاء الله. طردتوا القعود هذا؟ طردنا القعود، فرينا عنا ورجعنا لبنا، ولما جمعناها ونمنا. هذا شعلي بياكلنا. هذا قال هاي شعلي، هذا صغير ذاك اليوم. وش السعلي اللي يقولون الناس من أول؟ شعلي سامعين، بس شعلي هذا سمع. يقولون فيه ياكل الناس في الجبال. والله ما احنا عارفين عن السعلي هذا، بس مثلا السعلي. لا السعلي هو فصيلة من الذيب، بس الأكبر من الذيب. يمكن مثل ما تقول. طيب وش غيرها بعد يا عم علي؟ ايش بعد من السوالف الزينة أيامكم عند البل ولا؟ غدا تبلك منك قد غدات؟ والله في نعمة الحمد لله، عندنا سوالف البل، وعندنا يجون العربان، واحنا والعربان وقاع الربيع، وسكننا مع بعض الحمد لله، ورعينا، وهذا زميلك منه وهذا حديرك من هنا، واهلنا معانا نحمل على ظهور جماننا. اي نعم. ورحنا على زمننا وعلى جماننا. وبيوت شعر عندكم؟ بيوت شعر؟ بيوت عندنا شعر ما شاء الله. وبيوت عندنا مثلا خصف. اي والحيث ما ربنا يريد بالحيار احنا وراه، اهلنا معانا. والوالد رحمه الله عليه الحليب الله يكرمها لي يطحنون على الاسحى. نعم. وتثرف من الحليب، والضيوف فوق فرشتنا 10. لا اله الا الله. 10 9 8 فرشته الحمد لله، يا رب لك الحمد. الحمد لله والشكر لك. مليانه فرشته. طيب متى نزلتوا في الهجر؟ والله في البيات هذه. اي متى نزلتوا في الديره؟ والله نزلنا ما احنا يمكن من الثلاثين حول. 30 حول. خلاص نزلتوا وحطيتوا كمبيوت و... الله 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 يا رب لك الحمد. يمكن من الثلاثين الحمد لله. ودرسوا العيال وزانت الامور. الله. وتوظفوا الناس. توظفت يا والله ما علي. توظفت. ما توظفت؟ توظفت ورا هذا البطر. سبحان أيوة. الله. ما توظفت. ما ليش ما تبي الوظيفه ولا ما لقيت شيء ولا قوم كل والله ما رحت فيها. مع الوالد. اي. والعيال صغار. نعم. وشغال معاه في البل هذه. والعيال صغار، بعدين يوم العيال قاموا الحمد لله. طيب كم تبيع فيها في السنة؟ كم تبيع؟ والله يا طويل العمر بيعنا مبيعنا حاشي ولمبيعنا شبوق وعود، واحنا ما نسخاها للبيع. ايه بس والله نحبها محبة. القعدان تبيعونها؟ والله نبيعها، مقعود نبيعه نشيل وفاطر كبيرة وها. والله ما نسخاها للبيع ولكن نحبها. صح كل يحب. والله محبة. والله كل يحب حلال. تعقيب على كلام الوالد. ايه. وسميه والدي والد ابويا. نعم. عمي علي هذا عاصر جدي، اكثر شخص عاصر جدي. عاصر جدي يمكن مقتبل العمر. وراح مع جدي كثير، وعمي يمتلك خبره في مجال البل ومرض البل. طيب. كثير. الناقه اللي تلد وما تتسلى عمي يسليها، عمي يكوي. عمي من ضمن القصص اللي انا سمعتها بها وانا صغير ويمكن يرويها هو، عنده خبره في قصه الاثر. نعم. خبرة ممكن يطلع ناقته من بين 20 إلى 30 ناقة ثار ناقته. أنا يعلمني الوالد يقول أنا وعمك مرة كنا في منطقة عسير اللي هي الجبال من جمعة ربيعة حبيب. من جمعة ربيعة وما فوق حبيه يجيبها عندنا ها. الوالد يعلمني بسالفة حصلت له والعمي والعمي علي وانا صغير، ويكلمنا في مجلس ويمكن عمي عارفها. يقول من ضمن السالفة اننا كنا في منطقة عسير بعد جمعة ربيعة، وكنا مقيضين ايام الصيف يطلعون هناك الخبت يكون شحيح في الرعي، ونزل الشتاء، نزل الخير في الشتاء ونزلنا بلبل فالخبت اللي هو احنا نسميه الخبت، خبت الصهوة وخبت حدب وخبت ريعان طيب او بلاد حرب في المنطقه. طيب. هذه طيب. يقول رجعنا فقدنا بكره، رجعنا لما نزلنا في الساحل وجلسنا فتره فقدنا بكره. ايه. وهو متحادرين هو عمي فتره طويله من الزمن، الوالد وعمي علي ما انفرقوا الا قريب. ايه. فيقول لي فقدنا بكره، قلت لعمك يا ولد في بكره؟ قال لي عمي والله انا فقدت البكره. احمد في جلسنا فتره يمكن شهرين ثلاثه، رجعنا زياره لاحد الاشخاص في المنطقه اللي هم فيها. ايه نعم. فالوادي الجلة اللي هو مجرى السيل يقول في حصلنا ثاربة. قال وقف. هذا الشايب عمي علي. وقف. قال لأبوي وقف الموتر. عمي ما يسوق. وقفنا يقول. ونزل عمك علي وشاف درب البل هذه. البل عوادي. قال له بكرتنا اللي من بنا الساحلية في البل هذه. طلع جرتها. طلع جرتها.
كيف؟ قال له بكرتنا موجوده مع البل هذه. وراحوا وسالوا وسالوا ولقوا راعي البل قال لي والله عندي بكره هنا جايتني يمكن من 4 شهور او 5 شهور موجوده عندي. فهذه من ضمن السواليف اللي انا وانا صغير كنت اسمعها، وكنت اسمع من عمي كثير، من عمي ومن ابويا ومن اعمامي جميع. هذا اللي الشيء اللي حبيت استشهده بس. احسنت يا علي، يا الله يعطيكم العافيه ويطول في عمره وعمر الوالد وعمر اعمامنا جميع، وجعلهم ذخر لنا ان شاء الله. امين يا رب العالمين، وفقكم الله.